اليوم بإذن الله إن شاء الله راح نتكلم عن درس الخوارزميات. قبل ما نبدأ في الخوارزميات نراجع قليلاً مع الدرس السابق. تعرفنا في الدرس السابق على الهدف من تعلم صياغة حل المسائل، وذكرنا ثلاث نقاط: القدرة على كتابة برامج الحاسب، والتخطيط للحياة اليومية، والقدرة على التفكير لحل المشكلات. ثم بعد ذلك تكلمنا عن خطوات صياغة حل المسألة، الخطوات الكتابية الثلاث: فهم المسألة أو تحليلها، كتابة الخوارزم والخطوات المنطقية للحل، مخططات الانسياب. ثم بعد ذلك الأمور التطبيقية: كتابة البرنامج وتنفيذه، كتابته بإحدى لغات البرمجة، وترجمة البرنامج إلى لغة الآلة، واختبار البرنامج وإصلاح الأخطاء. ثم اتفقنا أن راح نشرح كل نقطة على حدة بشكل مستقل، فأسهبنا بالأمس في النقطة الأولى اللي فهم المسألة وتحديد عناصرها، وتكلمنا على أن المسائل تعامل معاملة النظام، معاملة مدخلات وعمليات معالجة ومخرجات، input وبروسيس وأوتبوت. إذن تعامل المسألة معاملة النظام، عبارة عن مدخلات وعمليات معالجة ومخرجات. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن النقطة الثانية اللي هي الخوارزمية. تعريف الخوارزمية: هي مجموعة من الأوامر المكتوبة بصورة واضحة ومتسلسلة ومترابطة منطقياً لحل مسألة. إذا عاملنا الحاسب بمعاملة النظام فهذا هو مكان الخوارزمية. إذا عرفنا الحاسب كنظام فهذا هو مكان الخوارزمية: المدخلات algorithm output أو input algorithm output، مدخلات، عمليات معالجة، مخرجات. إذن عمليات المعالجة في الحاسب الآلي هي الخوارزمية، مجموعة من الأوامر المكتوبة بصورة واضحة ومتسلسلة ومترابطة منطقياً لحل مسألة. يجي طالب يسأل يقول: كيف أنا أستخدم الخوارزمية في الحاسب الآلي؟ الحقيقة أن تستخدم الخوارزمية في حياتك اليومية، في حياتك اليومية. أبسط مثال: إذا طلعت مفتاحك تفتح الباب وطلع المفتاح غيره، فمباشرة أنك تستبدل المفتاح، هنا أنت استخدمت خوارزمية. إذا سألك أخوك يبغى توصيف محل، فمن الطبيعي أنك تقول له تروح مع الشارع، بعدين تلف في يمين، تجيك إشارة، وهكذا. هذه الخطوات المحددة تسمى خوارزمية. في الحركة مثلاً الإنسان يتحرك بطبيعية. نفترض أنك أردت برمجة روبوت وتطلب منه مثلاً الخروج من الفصل، هنا أنت تحتاج أنك تعطيه أوامر، اللي هو مثلاً خطوتين إلى الأمام، ثم الالتفات بزاوية 90 درجة إلى اليسار، ثم ثلاث خطوات، وهكذا. هنا أنت تفصل الخطوات اللي أنت بنفسك تراها طبيعية أو ما يحتاج أنك تشرحها، لا، هنا لازم تنزل مثل ما قلنا المستوى الآلي، يجب أنك تفصل الخطوات تفصيل كامل وواضح، حتى أنك تستطيع أنك تقوم بكتابة برنامج حاسب. إذن تعريف الخوارزمية: مجموعة من الأوامر المكتوبة بصورة واضحة ومتسلسلة ومترابطة منطقياً لحل المسألة. ومثل ما اتفقنا في النظام هذا هو مكان الخوارزمية. إذن استبدلنا البروسيس اللي هو عمليات المعالجة، استبدلناها بالالجوريثم، فهذه هي الخوارزمية. سبب التسمية: لماذا سميت الخوارزمية بهذا الاسم؟ لماذا سميت بالخوارزمية؟ هي مشتقة من اسم عالم الرياضيات المسلم أبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، المتوفى سنة 825 ميلادي، وصاحب كتاب الجبر والمقابلة، وهو أول من استعمل الطريقة الخوارزمية لحل المعادلات الجبرية. طبعاً تلاحظ هذه هي مقدمة أو مخطوطة مقدمة الكتاب الجبر والمقابلة، ويتكلم أو يثني على الخليفة المأمون، وهذا يوضح العصر اللي عاش في هذا العالم. وهنا نؤكد على أن أغلب العلوم الموجودة في العالم أصولها وجذورها تعود إلى علماء المسلمين في مرحلة ازدهار العلم في الإسلام.
مثلا عندك هنا في الخوارزمية سميت نسبة إلى الخوارزمية، حتى كتابه الجبر والمقابلة هو أول من كتب عن المعادلات من الدرجة الأولى والثانية، لذلك علم الجبر يعتبر هو المؤسس له. حتى في المصطلحات، في المصطلح الأجنبي الجبر مأخوذ من الجبر، فهنا تبين أهمية هذا العالم المسلم أبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، لذلك سميت الخوارزمية باسمه. ما هي خواص الخوارزمية السليمة؟ إذا أردت أن تكتب خوارزمية لابد أن يكون فيها خواص محددة، لو فقدت إحدى هذه الخواص تكون الخوارزمية خاطئة. أولاها أن تكون كل خطوة معرفة جيداً ومحددة بعبارات دقيقة، إذن يجب أن تتسم الخطوات بالوضوح، يجب أن تتسم بالوضوح. النقطة الثانية عندنا أن تتوقف العملية بعد عدد محدد من الخطوات، يعني لا تضع تكرار في العملية دون أن تضع شرط، لأنها بتكون حلقة متكررة ومستمرة لا نهائية، فهنا البرنامج ما راح ينتهي. إذن يجب حتى لو كان البرنامج طويل، لكن يجب أن يكون محدد بخطوات، محدد بعدد من الخطوات. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن تؤدي العمليات في مجملها إلى حل المسألة، يعني قد تكون معرفة جيداً الخطوات في التعريف مثلاً، وأن توقف بعد عدد محدد، خلاص حددنا حنا الخطوات مثلاً ما في تكرار ومحددة مثلاً ثلاثة أو أربع خطوات، لكن ما أعطاني الناتج. إذن هنا الخوارزمية غير صحيحة، يجب أن تؤدي الخوارزمية إلى حل المسألة. هنا راح نتكلم عن كتابة الخطوات الخوارزمية لمسألة. نأخذ المثال الأول، قم بكتابة الخطوات الخوارزمية لحساب مساحة مستطيل. أنت تعرف مباشرة لو أقول لك مثلا مستطيل طوله 2 وعرضه 3 كم مساحته؟ مباشرة بتعطيني 6. أنا ما أبغاك تعطيني الإجابة المباشرة، أنا أبغى العمليات كاملة من أن وصلت إليك إلى أن أعطيت الحل. فالخطوات عندنا هنا نلاحظ، أولى هذه الخطوات أدخل الطول والعرض، أدخل الطول والعرض، إذن سنضع قيمة المدخلات ونضعها بصيغة أمر، لاحظ أمر ثم تعليمة، أمر غالباً تكتب بهذا الشكل، أمر تعليمة أمر تعليمة أمر تعليمة إلى أن تصل إلى النهاية. فعندنا هنا أدخل الطول L والعرض W، بعد ذلك نكتب بعد ما خلصنا المدخلات نكتب النقطة الثانية اللي هي عمليات المعالجة. احسب مساحة المستطيل A اللي تساوي الطول ضرب العرض. النقطة الثالثة عندنا رقم 3 والخطوة رقم 3 المخرجات، اطبع مساحة المستطيل A ثم النهاية. الخوارزمية يجب أن تشتمل على كلمة النهاية اللي هي الخطوة رقم 4. فهنا عندنا بدينا بالخطوات 3 خطوات، طبعا لأن المسألة هنا بسيطة، حساب مساحة مستطيل، فإذا يكفي سطر واحد للمدخلات وسطر لعمليات المعالجة وسطر للمخرجات ثم بعد ذلك النهاية. نأخذ المثال الثاني، اكتب الخطوات الخوارزمية لقراءة عدد وتحديد ما إذا كان سالباً أو موجباً. نؤكد على أن فهم المسألة ثلث الحل. إذا فهمت المسألة كيف تميز عزيزي الطالب أن العدد هذا، لو أعطيتك أنا عدد كيف تميز أن العدد هذا سالب أو هذا موجب؟ المقياس هنا والفصل هو الصفر، هو الصفر، إذا كان العدد أكبر من الصفر فهو موجب، وإذا كان العدد أصغر من الصفر فهو سالب. إذا فهمت طريقة الحل اللي راح تتبعها يكون سهل أنك تكتب الخوارزمية. هنا نضع النقطة الأولى، أدخل العدد A.
النقطة الثانية المقارنة اللي تكلمنا عنها، إذا كان العدد A أكبر من الصفر اطبع عبارة العدد موجب وانتقل للخطوة، ويفضل أنك تخليها فارغة هذه في بداية الكتابة. طبعاً هنا انتقل خطوة 5 لأنك ما تعرف كم عدد الخطوات. بعدها إذا كان العدد A أقل من أو أصغر من الصفر اطبع عبارة العدد سالب وانتقل للخطوة وأيضاً اتركها فارغة. الخطوة 4 اطبع عبارة العدد مساوي للصفر. الخطوة 5 هي النهاية. إذا حددت النهاية هنا تضع الرقم اللي قدام النهاية اللي هو 5، تضع في الفراغ هذا والفراغ هذا وأنت تكتب الخوارزمية. إذن وش اللي بيصير على البرنامج هنا؟ بيدخل العدد اللي هو A ثم بيختبره. إذا كان أكبر من الصفر يبي يطبع موجب، إذا كان أقل من الصفر سيطبع العدد سالب أو سيطبع العدد صفر. لن ينتقل للخطوة هذه، إذا كان العدد أكبر من الصفر لن ينتقل للخطوة 3 ولا 4. لماذا؟ لأني هنا وضعت له أمر انتقل للخطوة 5، فمباشرة بعد أن ينهي هذه الخطوة رقم 2 سينتقل إلى الخطوة 5. ونفس الطريقة في 3، إذا انتقل أو إذا فعلا تحقق العدد وكان سالب سينتقل الخطوة 5 فلن يمر على الخطوة 4. إذا لم يتحقق هذا الشرط ولم يتحقق هذا الشرط سينتقل للسطر اللي بعده اللي هو 4، العدد مساوي للصفر، وينهي البرنامج. إذن نؤكد على أن المسألة يجب أن تفهمها، يعني مجرد بس عرفنا كيف نحدد. هنا في السؤال يقول يحدد إذا كان العدد سالب أو موجب، ما أعطاك في السؤال القانون اللي راح تمشي عليه ولا أعطاك المدخل، المدخل عدد مجهول فإحنا سميناه A مباشرة. أما بالنسبة للقانون المستخدم أو ما يسمى بعمليات المعالجة البروسيس، هنا استخدمنا مقارنة، عملية مقارنة. في هذه المقارنة قارنا مع الصفر، قارنا مع الصفر بحيث أن العدد إذا كان أكبر من الصفر فهو يحقق لنا هذا الشرط، وإذا كان أقل من الصفر فهو يحقق الشرط الآخر. ننتقل للمسألة الثالثة. تعرفنا في المسألة الثانية على الشرط وكيف أن نضع شرط إذا كان، بحيث أن في حال تحقق الشرط قد يكون هنالك تفرع في الخوارزمية. الآن نبي نتكلم على نقطة جديدة وتسمى التكرار. اكتب الخطوات الخوارزمية لإيجاد مجموع الأعداد من 1 إلى 10. طبعاً لو جاك سؤال وقال لك عطني مجموع الأعداد من 1 إلى 3، مباشرة ذهنياً بتجمعها 1+2+3، المجموع 6. لكن تخيل لو قال لك عطني مجموع الأعداد من 1 إلى 100، من 1 إلى 1000، من 1 إلى 1,000,000، هل تستطيع أنك توجد الحل؟ صعبة. وحتى في الكتابة ما تستطيع أنك تضيف أسطر برمجية بمقدار 1,000,000 سطر، صعبة، مستحيلة أنك تبي تكتب 1,000,000 سطر برمجي. لذلك في الخوارزمية وجد ما يسمى بالتكرار، وجد ما يسمى بالتكرار وسيتضح لنا مع هذا المثال. إذن اكتب الخطوات الخوارزمية لإيجاد مجموع الأعداد من 1 إلى 10. أول نقطة عندنا ضع قيمة العداد 1 والمجموع 0. طيب كيف ستقوم بحل هذه المسألة؟ مجموع الأعداد من 1 إلى 10، يجب في البداية أن توجد آلية تسير عليها في المسألة. فعندنا هنا مثلا تبي تطلع العدد رقم 1، بيكون عندك عداد يجمع الأعداد في كل مرة، وبيكون عندك حاوية تضع فيها مجموع الأعداد. فسيقوم العداد هذا بإدخال العدد الأول ووضعه في الحاوية، ثم سيقوم بإدخال العدد الثاني ووضعه أيضاً في الحاوية، والثالث والرابع والخامس، في كل مرة يضيف عدد ويضعه على خانة المجموع. في
في هذه الحالة إذا أنهيت العشرة كاملة ستقوم بطباعة المجموع كامل. إذا هذه هي الآلية التي سنسير عليها. ضع قيمة العداد 1 اللي هو العدد الأول، والمجموع يساوي 0. المجموع يساوي 0، نعرف أن العنصر المحايد في الجمع هو 0. بعد أن أضفنا أو وضعنا S اللي هو 1، أضفنا العدد هذا اللي هو العدد الأول اللي تكلمنا عنه، أضفناه على خانة المجموع، يعني المجموع يساوي ما بالمجموع عندما كان فارغ زائد S اللي هو العدد الأول اللي وضعته أنا. لاحظ أن المجموع كان فارغ 0 ووضعت العدد الأول اللي هو 1 داخل المجموع. بعد ذلك قمت بزيادة S بمقدار 1، يعني الS بعد أن كان 1 أضفت عليه 1، كم أصبح؟ أصبح عندي 2، أصبح 2. فهنا أختبر هل بعد الزيادة إذا كانت S اللي هو العداد أكبر من 10 اطبع لي المجموع وتوقف. واضح؟ وتوقف، سيطبع المجموع وتوقف، لكن أنا الآن واقف عند 2، أنا واقف عند 2، لم يتحقق هذا الشرط فإذا لن يتوقف. هنا سيحتاج إلى أنه يرجع للخطوة رقم 2. الخطوة 2 وش تقول هنا؟ أضف S على M، يعني الاثنين لما حطيت أنا عدد رقم 2 أضيفه على M، M كان فيه 1 أضيف له رقم 2، 1 و 2 أصبح معي 3. بنفس الطريقة يبي يزيد عندي هنا S بواحد أصبح 3. هل الثلاثة أكبر من العشرة؟ لا، لم يتحقق الشرط، إذن لن ينفذ كل ما بعد الشرط. لاحظ كل ما بعد الشرط لأن فيه و، إذن تجمع الثنتين اللي هو الطباعة والتوقف، لم يتحقق الشرط فلن ينفذ هذه الخطوة نهائياً وهذه العملية. سينتقل لما بعدها، سيرجع سيضيف العدد 3. لاحظ يضيف 3 على من؟ على المجموع. المجموع كم كان فيه؟ 1 و2، العدد 1 والعدد 2، إذن المجموع 3. سيضيف 3 إلى 3، كم أصبح المجموع؟ 6. وهكذا ستستمر العملية، عملية تكرارية، عملية تكرارية إلى أن يدخل العدد 10، يزيد هنا ويصل إلى العدد 10. هل 10 أكبر من 10؟ لا، سيرجع الخطوة ويضيف 10 على خانة المجموع، مجموع الأعداد 9 السابقة كلها، وبعدين بيزيد 1 وبيصير 11. هل 11 أكبر من 10؟ نعم. ماذا سيفعل؟ سيطبع M اللي خانة المجموع ويتوقف. إذن لاحظ هنا هذه العملية أطول من العملية السابقة عندنا والمسألة السابقة، لأن هنا قام بعملية دمج للشرط والتكرار معا، ربط الشرط مع التكرار. يعني أنا بضيف العدد، فكرة البرنامج عندي حاوية سأضيف العدد رقم 1 وأضعه في الحاوية، ثم العدد 2 وأضيفه في الحاوية، ثم العدد 3 وأضيفه في الحاوية، 4 5 إلى أن أصل العدد 10. بعد أن أصل 10 أعداد سأقوم بعرض محتوى الحاوية اللي هو مجموع الأعداد اللي ظهرت عندي. إذن العداد عارفينه يزيد بمقدار 1 لأنه طباعة الأعداد من 1 إلى 10. مقدار الزيادة عندي هنا أنا تكلمت على أن مقدار الزيادة 1. أيضاً الشرط عندي أنه لا يتجاوز الأعداد 10 أعداد، هنا أكدت على أنه لا يتجاوز 10 أعداد في العداد. من ضمن خواص الخوارزمية السليمة أنها تتوقف بعد عدد محدد من الخطوات. يعني لو ما وضعنا هذا الشرط وارجع وضعنا ارجع، سيقوم بإضافة عدد ويرجع ويضيف على المجموع، وإضافة عدد ويرجع ويضيف على المجموع، وهكذا ولن تتوقف العملية. إذن أنا هنا وضعت شرط لكي أحكم العملية، لكي أحكم العملية وأجعلها تتوقف بعد عدد محدد من الخطوات. هنا تكلمنا على أن مجموع الأعداد من 1 إلى 10. طيب لو أخذنا نفس المسألة تمام، ولكن شرطنا أن الأعداد وش تكون هنا؟ تكون هنا الأعداد الزوجية.
كيف سيكون الحل؟ أخليك تلقي نظرة على المثال السابق. لاحظ المثال السابق هو مجموع الأعداد، لحظة، نعم مجموع الأعداد من 1 إلى 10. إذن مجموع الأعداد من 1 إلى 10 هذا هو أو هذه هي المسألة. طيب لو بغينا مجموع الأعداد، مجموع الأعداد الزوجية، شرطت عليه أنها تكون زوجية. إذن عندك آلية في عملية الانتقال أو عملية إيش؟ نبي نشوف المسألة ما بعد. ضع قيمة العداد يساوي 0 والمجموع يساوي 0. في البداية كم كان العداد؟ كان 1 أول، لأني بديت في مجموع الأعداد من 1 إلى 10. لكن هل الواحد من الأعداد الزوجية؟ كيف أقيس الأعداد الزوجية؟ كيف أعرف آلية عمل الأعداد الزوجية؟ عمل الأعداد الزوجية هو 2, 4, 6, 8, 10، هذه هي الزوجية. الزيادة بمقدار تكون 2. طيب والفردية؟ نفس الوضع، 1, 3, 5, 7، الزيادة بمقدار خطوتين. إذن بديت أنا بالعداد يساوي 0 والمجموع يساوي 0. هنا أضفت S على M بنفس الطريقة السابقة، أضفت العدد هذا على المجموع، 0 زائد 0 يساوي 0، ما راح تفرق. فهنا قلت قم بزيادة S بمقدار 2، S تساوي S زائد 2. مقدار الزيادة كم؟ 2، لأن عندي هنا الأعداد الزوجية. إذا كانت S أكبر من 10 اطبع M وتوقف، ارجع الخطوة رقم 2. هنا نعيد ونكرر الاختلاف. هنا لاحظ مقدار الزيادة كم عندي هنا؟ 2، S زائد 2. لو تبي تلاحظ المسألة هذه مطابقة تماماً للمسألة الموجودة عندك هنا السابقة. كانت هذه مجموع الأعداد من 1 إلى 10، لذلك اضطريت هنا أني أضع S تساوي S زائد 1. لكن في المسألة اللي بعدها لاحظ اللي تغير عندي هنا، نفس الخطوات تماماً، ولكن مقدار الزيادة هنا أصبح زائد 2. طيب تأكد بنفسك، هل المسألة الآتية تتبع الخطوات الخوارزمية السليمة لحساب وزنك المثالي بالكيلوغرام؟ هذه مسألة أو حل لخوارزمية. هذا الحل، هل هذا الحل صحيح أم خاطئ؟ لاحظ احسب وزنك المثالي أو الوزن المثالي، واي تساوي اكس ناقص 100 وبعدين اطبع واي. المقصود طبعا في اكس قد يكون الطول. هل أنت تعرف ما هو المقصود بإكس؟ هل هي واضحة؟ هل هي واضحة بالنسبة لك؟ الحل لا تتبع الخطوات السليمة، فلا يوجد مدخلات. هل أنت تعرف كم طولك؟ هل حدد لك في المسألة كم وزنك أو في الخوارزمية؟ هل حدد المدخلات؟ لم يحدد المدخلات. ما هي إكس؟ يفترض إدخال قيمة الطول إكس بالسنتيمتر. يجب أنك تضع على الأقل مدخلات هنا. لو حددت قيمة الطول الإكس هذه بالسنتي، تبي تطرح منها 100 وبيعطيك وزنك المثالي وبتطبع واي وتبي تكون المسألة السليمة. يعني بافتراض لو حطينا الخطوة رقم 1، أدخل الطول إكس يساوي مثلاً 160، أو حتى لو وضعته مجهول، أدخل الطول إكس وخليت المستخدم هو اللي يقوم بعملية الإدخال. ولكن الأهم أن نضع مدخلات، يجب أن يكون فيه عملية مدخلات. المسألة الثانية عندي هنا، هل المسألة التي تتبع الخطوات الخوارزمية السليمة لعرض التخصصات الجامعية المناسبة لك بناء على تخصصك في المرحلة الثانوية علمي أو أدبي؟ لاحظ الخوارزمية هنا أول شيء وضع لك أدخل التخصص X.
اطبع عبارة علوم الحاسب والمعلومات، العمارة والتخطيط، علوم الأغذية والزراعة، العلوم الهندسية، الكليات الصحية، ثم توقف. اطبع عبارة الآداب، التربية، اللغات والترجمة، الحقوق، السياحة والآثار، ثم توقف. طيب، اطبع هذه بناء على ايش؟ بناء على ماذا اطبع عبارة هذه؟ يعني راح يطبع العبارة هذه ويتوقف، ما راح يشوف هذه اللي بعدها نهائيا، ما راح يشوف. لكن هذه لا تؤدي بمجملها إلى الحل الصحيح. ينبغي إضافة عبارة إذا كان التخصص X يساوي علمي في الفقرة 2. هل أنا حددت متى يطبع لي التخصصات هذه؟ هل أنا حددت متى يطبع لي التخصصات هذه؟ بناء عليه هنا لازم أحدد له إذا كان التخصص X يساوي علمي، بعد ما يدخل المستخدم التخصص، إذا كان علمي راح يطبع هذه التخصصات ثم يتوقف. وأيضاً إذا كان أدبي، نعم، إذا كان أدبي في الفقرة 3 راح يطبع هذه التخصصات ثم يتوقف. إذن ملخص الدرس، نعمل أن تكون قد حققت الأهداف التالية، اللي هو تعريف الخوارزمية، وأن تكون قادر على تعداد خواص الخوارزمية السليمة. بدونها لا تستطيع أن تبني خوارزمية، أو بفقدان إحداها لا تستطيع أن تكون، أو لا يمكن أن تكون الخوارزمية السليمة. والنقطة الأخيرة عندنا اللي هو القدرة على كتابة الخطوات الخوارزمية. ومثل ما اتفقنا في كتابة الخطوات الخوارزمية، دائما تبدأ أمر ثم تعليمه، أمر ثم تعليمه، أمر ثم تعليمه، بعد ذلك تعطي النهاية. يجب الخوارزمية أن تكون منتهية بكلمة نهاية أو النهاية. في الدرس القادم بإذن الله إن شاء الله راح يكون معكم في المخططات الإنسية. شكرا لكم.